السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار. اليوم إن شاء الله نعطيكم وصفة جديدة اللي هي عجينة كتجي هشيشة ورطبة، عجينة كأنها مورقة تخدم بالزبدة. كنحتاجو فيها 400 غرام ديال الدقيق فورز، 200 غرام ديال الزبدة. نحكوها في الحكاكة على هذا الشكل هذا، وفيها شوية نديرو فيها شوية الملحة، واحد معلقة ديال السنين، معلقة كبيرة. نخلطوها مع نص كاس ديال الحليب، يكون بارد ماشي دافي باش ما تذوبش لنا الزبده. واحد شويه الماء حتى هو بارد ما يكونش سخون. كناخذوا الزبده ديالنا كنلوحوها فوق الدقيق، كنلصقوا نبسوا هاد الدقيق ديالنا حتى كتدخل فيها الزبده مزيان. هانتوما دابا ملي بسستها هكا كتبقاو تبسوها بحال هذا الشكل هذا، هكا تدخل الزبده في الدقيق. من بعد غندير الحليب، وندير شويه الملحه شويه، وندير معلقه ديال السنيده، ونخلطو ما ندلكوهاش. الزبده ما غاديش غتدوب لينا، ما غاديش ندلكوها. نخلطو بشويه الماء، غادي نجمعوها. والزبده اللي غادي نستعملو هي الزبده المورقه ديال التوراق، اي نوع ديال الزبده خاصه بالتوراق ماشي الزبده العاديه. منين جمعتها يعني ما غاديش مدلكوهاش، غير كتجمعوها كديروها واحد هكا فين الموتور ولا شي بلاستيك بواطا، ديروها في الثلاجه منين تبغيوها تخدموا بها، لان كاز الزبده خاصها تحط في الثلاجه بهذا الشكل. العجينه ديالتنا هي هذه، راه مزيانه كنستعملوا بها الفطائر، كتجي هشيشه مورقه لان فيها الزبده. نتمنى هذه الوصفه سيداتي تعجبك. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتشتركوا في القناه ديالي، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه مع وصفه جديده.